هذه ما زلنا بالبصرة، هذه يسمونها مقبرة الإنجليز، وهذه كما يقال وكما يشاع إنها مراقبة بالأقمار الصناعية على أساس ما حد يدشها ولا يخربها. وحتى أيام صدام، خليني أشوف إذا أقدر أطلع لكم هذا، حتى أيام صدام ما حد دخلها. وكما يشاع تأكيداً لكما يشاع إنها كانت مراقبة بالأقمار الصناعية على أساس إن ما حد يعني يعبث بالقبور. وفي واحدة ثانية منك بس هذه عبر الشارع 1914 و1900 هذه العالمية الأولى. شو عليه سحب مجاري، ما مسوي سحب مجاري دعاية. هذه الله يسلمكم إكمالة المقبرة، وداشينها بسياكل شكلها. شوفوا القبور اللي فيها، يعني معظمها مو مبينة بس بعضها محطوط، ما زالت محطوط عليها العلامات. وهذه مشهورة عندهم بمقبرة الإنجليز ومقبرة الحرب.